بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، اليوم عدنا لكم بمحاضرة فيديوية تفاعلية جديدة بعنوان التورك سليب كاركترستيك اوف ا ثري فيز اندكشن موتور. هاي المحاضرة هي هاي مثلنا ان الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة الخاصة بهذا الموضوع. طبعا راح ايضا توجدون هاي المحاضرة ايضا موجودة على موقع منصة مودل، اللي هي العنوان اللينك مبين أمامكم، وإن شاء الله نوافيكم بالجزء الثالث الخاص بهاي المحاضرة المتعلقة بالworked example. بداية إنه نتحدث، عندنا ثلاث أهداف لهاي المحاضرة. إنه الهدف الأول sketch the torque slip characteristic of a three phase induction motor. الهدف الثاني هو اشتقاق تعبير الخاص بالماكسيمم تورك اند كورسبوندينج سليب. الهدف الثالث انه نرسم الخواص with various rotor resistance characteristics. بداية انه هذا امامكم هو الكومبليت تورك سبيد كاركترستيك فور ثري فيز اندكشن ماشين. المشين مثل ما تعرفون هي ممكن تكون موتور، ممكن يكون جنريتر، فعليه انه هذا الجزء يمثل لي الكاركترستيك فور اندكشن موتور، وهذا الجزء يمثل لي كاركترستيك فور اندكشن جنريتر. عليه انه الموتور هو مثل ما تعرفون هو يحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه ميكانيكيه، والجنريتر يحول الطاقه الميكانيكيه الى طاقه كهربائيه. هذا هو امامكم هو الباور واتر فلو دايجرام. الفرق بين الموتور رينج مود والجنريتنج مود هو من خلال اختلاف السرعة الدورانية والسرعة التزامن. فإذا كانت السرعة التزامنية أعلى من السرعة الدورانية، معناته أنه المشينة تشتغل هي as motor. وإذا كانت السرعة الدورانية، يعني جبنا external prime mover، حركنا الجنريتر بسرعة أعلى من السرعة التزامنية، معناته حققنا أنه تحول المشين إلى جنريتر. هذا الشكل امامكم يمثل لكم التيبيكال تورك، يعني في الكيس السيدي فور التورك سبيد تورك سليب كاركترستيك، اللي هي هنا يمثل لك السليب فور اندكشن جنريتر بين الصفر والماينس 1، والموتور بين الصفر والواحد. عليه المطلوب من عندنا راح نعرف انه هاو تو درايف ماكسيمم سليب فور اندكشن موتور. من المبادئ الأساسية للشبكات الكهربائية خاطر نحصل على الماكسيموم باور ترانسفير، حسب نظرية ثيفنين ثيرم تقول لازم يكون اللود تورك ايكوال الايكويفالنت امبيدنس ميجرد او روت او لوكيتد فروم ذا تيرمينال اوف ذا لود. عليه انه اذا اجينا من هذا الدائره المكافئه للابروكسيميت ايكوفالنت سيركت بير فيز اندكشن موتور، يفترض ان تكون هاي الميكانيكال لود اللي هو الار 2 اوفر اس لازم يساوي لنا التوتال امبيدنس سين فروم ذا تيرمينال اوف ذا لود. عليه نكون ار 2 اوفر اس لازم يساوي لنا التوتال امبيدنس. اذا معناته انه اذا نشتق الماكسيمم سليب، يعني اللي هي النهايات العليا والنهايات السفلى حسب ما موجود، يعني تعرفنا عليه من خلال المبادئ الاساسيه بالرياضيات، نقول الار 2 على الماكسيمم سليب لازم يساوي لنا شنو؟ التوتال amplitude of impedance اللي هي تساوي لنا الار 7 سكوا زائد الاكس 7 الاكس 2 سكوا. وسمبل مانيبوليشن راح نحصل الى انه الماكسيمم سليب كورسبوندينج تو ماكسيمم تورك راح يساوي لنا الروتور ريزيستنس اوفر ذا امبليتيود اوف ذا توتال امبيدنس. هاي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية أنه ممكن أنه تأخذوها as a homework، أنه تشتقون أنه نأخذ مشتقة الانديوست تورك ونشتقها with respect to the slip ونساويها للصفر، راح نحصل على ال corresponding maximum slip، ولازم يطلع لنا نفس الناتج المبين أمامكم. بس قد يسأل أحد الطلاب يقول هذا شلون، أنه شو وقت أستخدم positive value وشو وقت أستخدم positive negative value for induction motor، negative value for induction generators. عليه انه اذا اريد نحتاج انه اذا اريد نحسب قد
بيسأل انه كيف انه how to derive الماكسيمم تورك فور ثري فيز اندكشن موتور، انه احنا بالمحاضره السابقه استنتجنا الجنرال اكسبريشن فور انديوس تورك، فعليه اذا نريد نحسب الماكسيمم تورك انه من خلال الرياضيات انه النهايات العظمى والنهايات الصغرى انه نشتقها with respect to the time with respect to slip مثل حالتنا الحالية، نساويها للصف ونحن نحصل على النهايات العظمى والنهايات الصغرى. فإذا اشتقينا التعبير للتورك with respect to slip ساوينا للصف راح نحصل على الماكسيمم سليب اللي هو يساوي لنا نفس اللي موجود بالسلايد السابق. هذا الماكسيمم سليب اذا اجينا عوضناه بالجنرال اكسبريشن فور انديوس تورك راح نحصل على الكورسبوندينج ماكسيمم تورك. ونفس المبدا اذا البوزيتيف هنا الاشاره، اذا بوزيتيف معناته شو؟ اندكشن موتور، اذا نيجاتيف معناته اندكشن جنريتر. عليه انه هذا الماكسيمم تورك هو فد كونستنت سكيلر بارامتر، هو اندبندنت اوف سليب independent of rotor resistance. هنا امامكم هذا السلايد هو يوضح لك انه what about the starting torque of three phase wound rotor induction motor. هسه شلون نتحكم بمقدار، يعني شلون نسوي تورك كنترول، شلون نتحكم بالستارتنج تورك وخصوصا بالنوع الثاني من الاندكشن ماشين اللي هو الوون روتور اندكشن موتور او السليب رينج اندكشن موتور. ببساطه انه ممكن انه نضيف اكسترنال روتور ريزيستنس كما موضح امامكم بهذا الشكل، انه هذا الثري فيز روتور ريزيستنس انه نضيفها الى ملفات الروتور من خلال البرشز والسليب رينج، ويكون الضبط مالته طريقه الضبط مالته لازم تكون مشابهه الى طريقه ربط ملفات الروتور. ببساطه مبدا عمل هذه المقاومات انه بدايه التشغيل المحرك تدخل هاي كل المقاومات خاطر تزود لي شنو؟ الستارتنج تور. بعد فتره تحول من مرحله الترانزيت الى مرحله السيدي سيت، لازم تخرج هاي المقاومات. شلون نخرجها؟ من خلال شنو؟ نسوي عليها شورت سيركت. ليش ما تبقى هاي المقاومات؟ من وجود هاي المقاومات راح تزود لنا زياده الخسائر النحاس، بالتالي تقلل من كفاءه المحرك. عليه هذا السلايد امامكم يوضح لي انه هاو تورك سليب كيرف فاري وين ادينج ريزيستنس تو ذا روتر ريزيستنس، يعني بما معنى انه هذا الشكل يمثل لك يوضح لك تاثير زيادة مقاومة الروتور على التورك سبيد او التورك سليب كاركترستيك، يا نوع من المحرك الثري فيز اندكشن موتور اللي هو الخاص بالووند روتور اندكشن، باعتبار انه هاي الخاصية فقط تطبق على النوع الثاني من الثري فيز اندكشن ماشين اللي هو شنو؟ الووند روتور او السليب رينج، اما السكويل كيج انه هاي الطريقة هي غير صالحة. فعليه انه اذا خلينا مقاومه متغيره كان يكون اوريو ستات، وبدينا انه نزود بهاي المقاومه، نزود بها بزياده هاي المقاومه راح نلاحظ انه الستارتنج تورك وذ ار1 راح يكون اقل من الستارتنج تورك وذ ار2، اقل من الستارتنج تورك وذ ار3، نزود الى ان نوصل الى الماكسيمم ستارتنج تورك. بالماكسيمم ستارتنج تورك راح تصبح السرعه ايكوال زيرو، نحصل على انه نحصل على الماكسيمم ستارتنج تورك ات ستارتنج، وبراها انه بعد ما نقدر نتوقف عن العمل. هذا الشكل ايضا يوضح لكم عمليه زياده تاثير زياده المقاومه من اللو الى الهاي، تلاحظ انه زياده الستارتنج تورك، بس بالمقابل راح تلاحظ انه الماكسيمم تورك باق على حاله، ولكن بالمقابل انه السرعه الدورانيه تتغير تتقل بزياده التورك يقل السرعه الدورانيه. هسه قد تسال انه ما هو الشرط اللي هو ما هو وات از ذا كونديشن فور ماكسيمم ستارتنج تورك. ببساطه انه شلون نحصل على هذا الماكسيمم ستارتنج تورك؟ اذا اشتقينا جينا سوينا ديريفيشن للستارتنج تورك وذ ريسبكت تو ذا روتور ريزيستنس،
طبعا القوانين المعروفه بالاشتقاق راح تلاحظها انه هاي الداله كسريه، مشتقه الداله الكسريه ما يحتاج ان نوضح لكم اياها، ونساويها للصفر راح نحصل على هذا الكونديشن اللي هو لازم يكون الروتر ريزيستنس يساوي الروتر اندكتنس، وهذا هو امامكم هنا يوضح لك انه نحصل على الماكسيمم ستارتنج تورك من تكون المقاومة R2 يساوينا X2. إذا معناته أن حصلنا أصبح بهذا الشكل نفس الماكسيمم تورك ونفس الستارتنج تورك اللي هو تظهر أنه شنو عند الـ S equal 1 معناته at starting. إذا حصلنا على الماكسيمم تورك at starting.